دراسة اليوم بتقول الرجال يفتعلون المشاكل أكثر من النساء ومستفزين أكثر من السيدات. بس مش قايلين شو الأسباب؟ بيقولوا لك قال أنه يفتعلوا المشاكل هيك من لا شيء. بيقولوا لك بأنه الرجال دائما عندهم هاي الفكرة هالخصلة هاي الخصلة ايه. مع أنه والله يعني أنا برأيي يعني الموضوع ما بده دراسة علمية وناس وتتعبوا حالكم، ما القصة معروفة يعني. لا هيك من لا شيء يعني بيطلع هي معروفة هي هي بدها دراسة هي. يعمل الرجل مشاكل يعني مع زوجته من دون سبب يعني. هلأ شوف مو من فراغ ايه. بيقولوا لك في تغيير الروتين للرجل، دائما الرجل عنده بيحب انه يغير روتين وبيحب بانه في كلام ما بيقدر يحكي وجها لوجه، فبيفتعل مشكلة لتكون حجة لا يحكي الكلام اللي هو بده يحكيه. ما فهمتها يعني انا، بترجع بتعيدي لي اياها. بيفهم يلي بده اياه واللي ما بده اياه ما بيفهمه. لا 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 وضحي لي بعد اكثر شوي كيف كيف كيف. قولي قولي رجعي شو هلا الرجل اليوم ايه اليوم بيكون بده يفرض شيء جديد بالبيت ايه. ما له عرفان كيف بده يفتح معك الموضوع، دخل حكي ما له عرفان كيف بده يفوت بالقصه، بيفتعل مشكله ومن بعد هاي المشكله بيفرض اشي بده اياه. معروفه يعني ما بده اثنين يحكوا فيها. اذا قدرتوا حللتوا هالامر بدنا منكم. وكمان بيقولوا بهاي الدراسه وصلوا لها ايه؟ بانه الرجل الذي لا يتحدث وما بيبوح دائما يفتعل المشاكل لحتى يكون في عنده فرصه ليبوح بالامور اللي هو مخبيها او الامور اللي هو مش عاجبته. هلا هيدي الاسباب اللي من وراها بيعمل مشاكل الرجل. وايضا يمارس سلوكيات غير متزنه ليس لها علاقه بالازمه الحقيقيه، وغالبا ما تقع على عاتق الزوجه التي الذي ينتقد عملها بشكل دائم. شو اسمها هيدي اللي كاتب المقال؟ ما بعرف، ما كاتبين. دراسه علميه يا جماعه مو عايلين. هيدي دراسه نسائيه، هيدي مش دراسه علميه. ما بعرف شو. لا اتاكد بليز من هالدراسه، لانه هيدي منا دراسه علميه ابدا نهائيا. انا اليوم طرحت هذا الموضوع وانت عليك اليوم كإلي فارس تفضل. هي الهواء عندك، متصلين عندك، هلا انتم تنافع عن حالك. انا علي اليوم علي اعطيني الكاميرا إيه؟ لماذا يفتعل الرجل المشكلات؟ بدي اعرف انتم اقتنعتوا بهالكلام هيدي بهالدراسه؟ شو بدك فيهم انت؟ لا بدي بالمتصلين فيهم. نحن عم نطرح موضوع لحتى نتناقش نحن والمستمعين والمشاهدين إيه؟ هلنا عم نستناهم. انتم اقتنعتوا يا جماعه؟